أهلا وسهلا بيكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر أو مجيء العائلة المقدسة إلى مصر 24 بشمس 1 يونيو. في مثل هذا اليوم المبارك أتى سيدنا يسوع المسيح إلى أرض مصر وهو طفل ابن سنتين تقريبا، كما يذكر الكتاب المقدس أن ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. إنجيل معلمنا متى 2:13. وكان مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر لسببين: السبب الأول ألا يقع الطفل يسوع في يد هيرودس، أما السبب الثاني لمباركة أهل مصر ولتحقيق النبوة القائلة: من مصر دعوت ابني، هوشع 11:1، وأيضا النبوة القائلة: هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوسان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها، سفر أشعياء 19:1. ويقال أن أوسان مصر انكفت على وجهها عندما حل كلمة الله المتجسد، كما انكفى داج أمام تابوت العهد صموئيل الأول 5:3. فأتى السيد المسيح له كل المجد إلى أرض مصر مع يوسف وأمه السيدة العذراء وسالومي، وكان مرورهم أولا بضيعة تسمى بسطة، وهناك شربوا من عين ماء فصار ماؤها شفاء لكل مرض، ومن هناك ذهبوا إلى منية سمنوت وعبروا النهر إلى الجهة الغربية. وقد حدث في تلك الجهة أن وضع السيد المسيح قدمه على حجر فظهر فيه أثر قدمه، فسمي المكان الذي فيه الحجر بالقبطي بيخا إيسوس، أي كعب يسوع. ومن هناك اجتازوا غربا مقابل وادي النطرون، فباركته السيدة لعلمها بما سيقام فيه من أديرة، ثم انتهوا إلى الأشمونيين وأقاموا هناك أياما قليلة، ثم قصدوا جبل قزقام، وفي المكان الذي حل فيه من هذا الجبل شيد دير السيدة العذراء وهو المعروف بدير المحرق. ولما مات هيرودس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم أيضا قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. جيل معلمنا متى 2:20-21. فعادوا إلى مصر ونزلوا في المغارة التي هي اليوم بكنيسة أبي سرجة مصر القديمة، ثم اجتازوا المطرية واغتسلوا هناك من عين ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة، ونمت بقربها شجرة بلسم وهي التي من دهنها يصنع الميرون المقدس لتكريس الكنائس وأوانيها، اللي هي شجرة مريم. ومن هناك صارت العائلة المقدسة إلى مسترد ثم إلى أرض إسرائيل. مدة رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر بلغت 3 سنين و10 شهور، وخلال المدة دي مروا ب 29 نقطة مقسمة على 5 مراحل. عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر هو عيد سيدي صغير يصلى بالطقس الفريحي، ولو وقع في أيام الخماسين طبعا يفضل أن تقرأ قراءات هذا العيد. كل سنة وانتم طيبين. علينا يا أحبائي أن نعيد في هذا العيد عيد روحاني، فرحين مسرورين لأن مخلصنا قد شرف أرضنا في مثل هذا اليوم المبارك. المجد لاسم يسوع المسيح القدوس إلى أبد الآبدين، آمين.